السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله هناخد درس نصوص بعنوان نور القمر. طبعا الشاعر اسمه الدكتور معاطي نصر. أقرأ النص وبعد كده أوضح وأشرح المفردات الموجودة فيه. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر، واصطدجا يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. طبعا الشاعر بينادي على القمر ويقول انه يرى القمر في الاماكن التاليه: فوق الربا وتحت الشجر وفي الحدائق او الشواطئ، في اثناء الترويح عن النفس او في السفر. ثم يتحدث في البيت الثالث عن فضله على البشر بانه بدر يلمع نوره ويزيد برقه كالليل، اي فهو يضيء للبشر فوق في الظلمات بنوره ويرشدهم الى الطريق. وصورة القمر على صفحة الماء في النهر لوحة فنية رائعة، هدية من القمر للبشر، فكم يسعدنا هذا المنظر. أحببت نورك يا قمر، أحببت عكس أحببت كرهت. نورك معنى نور ضوء، وعكس نور ظلام، جمع نور أنوار. يا قمر جمع قمر أقمار. فوق الربا تحت الشجر عكس فوق تحت. الربا معناها الأماكن المرتفعة ومضادها المنخفضات، ومفرد الربا الربوة. تحت الشجر عكس تحت، طبعا زي ما أنا قلت فوق عكس فوق تحت. الشجر مفرد الشجر الشجرة. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت تحت الشجر. في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر. روضة اللي هي البستان أو الحديقة، عكسها طبعا الصحراء، جمع روضة رياض أو روضات، جمع شاطئ شواطئ. في نزهة معنى نزهة الترويح عن النفس، أو في سفر جمع سفر أسفار، ومعنى سفر تنقل عكسه إقامة. طبعا لو أنا قلت هنا سؤال ماذا أحب الشاعر؟ أحب الشاعر ضوء القمر أو نور القمر. ما الأماكن التي يستمتع الشاعر فيها بنور القمر؟ طبعا الأماكن الموجودة عندنا: فوق الربا أو تحت الشجر، في الروضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر. لو قلنا سؤال أيضا: ما اسم النشيد ومن قائل النص؟ اسم النشيد طبعا نور القمر، وقائل النص دكتور معاطي نصر. البيت الثالث: بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. بدر معنى هنا معنى بدر القمر، ليلة ليلة اكتماله. جمع بدر بدور، تلألأ لمع عكس تلألأ انطفأ. كالدرر معنى الدرر اللآلئ الكبيرة، مفرد الدرر الدرة. وسط الدجى معنى الدجى اللي هو ظلام الليل أو سواد الليل وظلمته، عكسها طبعا النور، مفرد الدجى الدجية. يهدي البشر معنى يهدي هنا يرشد البشر، طبعا معنى البشر اللي هو مقصود بها الناس. بدرا تلالا كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. لو احنا جينا بصينا هنا في الثلاث ابيات هيبقى عندنا مظاهر جمال. اول حاجه: احببت نورك يا قمر، يا قمر هنا نداء، اسلوب نداء، يبقى تعبير جميل. تخيل الشاعر القمر انسان ينادي عليه. فوق الربا تحت الشجر، بقى طبعا عندك فوق وتحت تضاد يقوي المعنى ويوضحه. أيضا وسط الدجى يهدي بدر تلألأ كالدرر، وسط الدجى يهدي يهدي البشر. تلألأ والدجى تضاد يقوي المعنى ويوضحه. طيب بدر تلألأ كالدرر، تعبير جميل، شبه الشاعر البدر بالليالي الكبيرة التي يبرق نورها.
في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. جمع النهر الأنهار. طبعا في النهر يرسم لوحة، جمع لوحة لوحات، يهدي معنى هنا يهدي يقدم هدية أو يعطي، عكسها يحرم أو يمنع أو يسلب. لنا أحلى الصور، أحلى أجمل، عكسها أقبح. الصور مفرد الصور الصورة. خلي بالك كلمة يهدي ويهدي، يهدي فوق في البيت الثالث يرشد، أما أنا هنا يهدي معناها إيه؟ يعطي. في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الإيه؟ أحلى الصور. لو إحنا قلنا أين يرسم القمر لوحة بصورته الجميلة؟ في الإيه؟ في النهر. ماذا يهدي لنا القمر؟ يهدي لنا طبعا أحلى الإيه؟ أحلى الصور. في النهر يرسم لوحة، هنا شبه القمر بإيه؟ بفنان، يبقى تعبير جميل. تخيل الشاعر القمر فنانا يرسم لوحة فنية. يهدي لنا أحلى الصور، أيضا فيها مظهر جمالي، تعبير جميل. تخيل الشاعر القمر إنسانا يقدم صورته هدية للإيه؟ هدية للبشر. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء الإيه؟ القمر. معنى سرنا أسعدنا، عكس سرنا أحزننا. طول النظر معنى طول النظر اللي هو الإيه؟ التدقيق في الكون أو التأمل. طول طبعا عكس طول إيه؟ قصر. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر، طبعا معنى ضوء نور، وعكس ضوء إيه؟ ظلام. لو احنا قلنا طبعا جمع النظر الأنظار. كم سرنا هنا تكرار كمي يؤكد أن القمر مصدر سعادة لنا إيه؟ جميعا. يقول لو قلنا سؤال برضو، ما أثر ضوء القمر في نفوسنا؟ يسعدنا ويسرنا. تمام، يبقى احنا كده انهينا الدرس نور القمر. هقراه آخر مرة. نشيد نور القمر للشاعر دكتور معاطي نصر. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.